بسم الله الرحمن الرحيم. استمعوا لبعضنا أرجوكم. ما يقطع لي حتى واحد رجاء. عندك أربعة دقائق. حتى واحد يقاطعك. أنت كلم براحتي حتى واحد ما يقطعني. أولا لك العزاء يا شعبي العزيز في ثورتك المجيدة. هذا باش ابدا. الزوال يعمل ثورة وبقيف التسلل، الجماعة شدين الكراسيات، الوزير اللي جي يبدا يفيش علينا زي طاووس هنا، بعد ما شد البلايصة ما عادش يعرف حتى النايب ما عادش يعرفه. هاني نقول لكم كل واحد تمشي له يقول لك اعطيني موعد، هو يعمل تحتي وتحت شرافي ويقول لي عندك موعد معايا. لا حبيبي، أنا قال لي قصاص طيب شعب تعمل تحت شرافي، أنا الكل تجي نشرف عليكم راه، وخلي واحد فيكم يقول لي ما تدخلش والله عندك موعد. باهي. وخصوصا الزوالي هاي ثم واحد مقدم لي سيفي بالفرنسي، تجيك امي ولا جدتي باش تتكلميها انت اللي عامله حتى اللغه العربيه مش تحشمه منها. وبعدين اللي خرجناهم من الباب رجعوا من الشباك، ها بجمعه جابهم لنا من جديد. انا قالوا لي انا ما نعرف حد راه، انا كنت برا في العراق. اما طردناهم جبتهم انت من تالي والدويو. باهي. اسمعوا نقول لكم الشعب التونسي ثار راهو سرقة ثورة نتاع علي بن غدام ونتاع، ونحتج على المجلس امس حتى ابو عزيزي مسكين ما ذكروش اسمه وهو اللي عمل ثورة، وانطلقت صحيح هي من حوض المنجمي ومن دوز ومن جميع المناطق، لكن الثورة الحقيقية انطلقت بحرقان ابو عزيزي الشهيد، انا احسبه كذلك عند الله وما ذكرتوش حتى بالاسم لان حقرة، لان من بوزيد من مناطق الداخل. اسمعوا الكل الوزراء، انا تصور ضدكم راه من تو باش نبدو واضحين، انا نعرف فيكم زوز، نعرف سي بن جمعة وسي بن جد والاخرين الكل والله ما نعرفكم بصراحة راه فهمتوا. وثم بنيه قال لي مشت لفلسطين المحتله، يا اختك يا خذ يا كبدي اسرائيل، يا اختك يا خذ يا كبدي. اي الاسرائيل، اي الاسرائيل فلسطين المحتله، ما تمش اسرائيل انا مش معترف بها، انا اعترف كان فلسطين المحتله انا والله يا بنتي. هاي طبعت انا قفا ما كنت احكي معك، كان مشيت حق بنيتي هزي قصيرك وروابتك وخرجي. انا اقول لك من تو من فضلك. سيد سيد سيب وجمعه، انت رئيس الوزراء الجديد ورئيس الحكومه، رغم ان صفقه خطيره هذه في تونس راهو والله صفقه خطيره، لان ما لا حكومه انتخابات ولا عملنا احنا النواب، انتم فرضكم من برا قالوا لنا الحوار، حتى نذكر كلمتك ما عجبتنيش الحوار، ارجعوا للحوار، احنا العراف نتاعك مش الحوار راهو، ما لا انت تحتاجنا تجي تاخذ اصواتنا وتقول هنا ما يجيش هكا اصلا، ثم احترموا مؤسسات الدوله. انا واحد من الناس مقتنع اني القائد الاعلى الاعلى القوات المسلحه، شنو رايك؟ اما زملائي الله غالب مش عارفين الدستور ايش يقول، زملائي الله غالب عليهم، يمشي الوزير مسكين يقول له عندك موعد يروح، لا من هيك كيجيكم نايب والله، وما تقول لهم مش تصيرهم مش يقولوا تقول لهم كيجيكم نايب ما تقبلوش. انا واحد من الناس تندور عليكم، واي مواطن يجيني عنده ملف تقبلوه انتم والديوان بتاعكم، فهمتوا؟ مش تقعدوا تشربوا العصير والقهوه ومطفين قالتين وقال هاني وزير، هذا انا مش نسب فيكم راهو، اما اخدموا لشعبكم. ولكان رفعتوا على فكره ما تتعمل شيء في 9 شهور عضونا راه، كان نحيت الزبله من تونس تسمى سلكتها انت وجماعتك. تعال يقول لك يعني لا تتعمل شيء، عارفينها اللي قالوا قدامك قالوا قبلك ما عملوا شيء، قالوا قبلك الوزراء ما عملوا شيء. فما انا اكلم فيك بلسان الشعب التونسي الزوالي، اكل يكذبوا انه لمن دواعي سروري ما يهمونيش، انا بالفلاقي الناس جاعت يا سي المهدي يا سيد رئيس الحكومه، الناس جواعه. وقت اللي عملوا ثوره كانت الحراره عظام 300 فرنك تو ب 800 فرنك. انت من هنا والساده الوزراء تتكلم وتقولوا خطاب وتمشوا تضربوها بلا ب 100,000 الوتي، هم يبقوا حتى العظام ما ثمش. فيهديكم ربي كانت تخدموا الناس وتتعطوا للزوالي خبزه، اهلا وسهلا. غير هذا والله انا ما نبقى لكم كالشوكه في الحلقه لي، والمره الجايه من الجاي هزوا احدكم الكراسي اللي معني فيها، ما جيت فيها ما يعجب اصلا الكراسي لي، الناس كل ما يتعلى عليها كانني كرهتها والله العظيم، فهمت؟ اما ما دامني هني السلطه العليا في البلاد وتعملوا. شكرا سيد النائب. السيد طارق بعزيز، عفوا السيد محمد علي النصري، عندك 4 دقائق في الدورة الثانية. أعطيتها. شكرا سيد رئيس. مرحبا.